في مصادفة غريبة أجبرت طائرتان أمريكيتان تابعتان لخطوط أمريكان إيرلاينز على العودة إلى مطار دالاس فورت بسبب خلل فني عانت منه كلتاهما. ووفقا لشركة الطيران، أبلغ طيار إحدى الرحلتين عن وجود مشكلة في الضغط على متن طائرته، وبعد هبوط تلك الطائرة بخمس دقائق فقط أبلغ طيار رحلة أخرى كانت متوجهة هذه المرة إلى مدينة فريسنو عن وجود عطل ميكانيكي بدوري على متن طائرته. ولحسن الحظ هبطت الطائرتان بسلام ولم يصب أحد من الركاب بأذى.